دش أنا محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت مبارك بن ماضي اليوم إطلاق سراح عدد من السجناء المعسرين من كافة السجون المركزية بالمحافظة، وتمت إجراءات الإفراج اليوم بالإصلاحية المركزية بالمكلا السجن المركزي بحضور النيابة العامة وإدارة الأمن بالمحافظة، بعد تحمل السلطة المحلية بالمحافظة دفع المستحقات المالية التي عليهم للغير، والإفراج عن من تنطبق عليهم شروط الإفراج الذين قضوا 3/4 مدة محكوميتهم. ووجه المحافظ باستكمال إجراءات الإفراج عن المعسرين في على مستوى المحافظة، مؤكدا على أن إطلاق سراح السجناء المعسرين اليوم يأتي تأكيدا لوعود السلطة المحلية وبمناسبة الشهر الفضيل. لكن أنتم من أبناء البلاد، ونحن نأمل في أنكم تكونون عناصر فعالة، روحوا اشتغلوا اعملوا كنوا فعالين في المجتمع، وبالتوفيق إن شاء الله. وهذا الأخ رئيس النيابة موجود وبيأمر بإفراجكم اليوم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وشهركم مبارك، والعام نراكم إلا في الأماكن الطيبة في بلادكم خاصة. بلغ عدد إجمالي ما تدخلت به السلطة المحلية بتسديد ما على المحكوم عليهم من غزة تقريبا 23 محكوم عليه، منهم 17 حالة سجين محكوم عليهم بأحكام سالبة حرية وأمضوا فترة حبسهم، ومنهم 6 حالات مدنية وهم معسرين. هذه إجمالي ما تدخلت فيهم السلطة المحلية بتسديد ما عليهم من التزامات وحقوق خاصة. أيضا النيابة العامة أفرجت عن عدد 17 ممن أمضوا 3/4 المدة المحكومين بها، وكانت سيرتهم وفقا للتقارير المرفوعة من السجن المرسي بأن سيرتهم حسنة، ولذلك تم الإفراج عن عدد 17 سجين بمضي 3/4 المدة. كما أيضا تم الإفراج عن عدد 22 سجين كانوا رهن التحقيق لدى النيابات الابتدائية في ساحل حضرموت.